وكان رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني قد أكد في لقاء سابق مع القنوات العربية العاملة في الإقليم وردا على سؤال لقناة زاغروس الفضائية بشأن الحصة الحقيقية التي يتسلمها إقليم كردستان من الموازنة الاتحادية، حيث أكد رئيس حكومة إقليم كردستان أن مجمل حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية لا تتجاوز سنويا 5%. علاقتنا مع الحكومة الاتحادية بنيت على أساس التوازن والتوافق والشراكة، ومنذ بداية صياغة الدستور نحن اتفقنا على هذا الأساس، ولكن ما لم نره هو التوازن والتوافق والشراكة. وبالنسبة لحصة الإقليم اتفقنا في البداية على أنها 17% من الإيرادات العامة في العراق، من ضمنها إقليم كردستان، ستخصص لإقليم كردستان، ولكن كما ذكرت هذه النسبة خفضت إلى 12.67% فقط بقرار شخصي وبدون أي أساس قانوني، غير أنه وتحت أي ظرف لم يتسلم إقليم كردستان هذه النسبة من مستحقاته المالية من مجموع الإيرادات العامة للعراق. فمثلاً معظم الإيرادات العراقية التي تستوفى من النفط، فإن الحكومة الاتحادية وبضمنها إقليم كردستان ينتجان 5 ملايين برميل من النفط، وهذه النسبة كانت تشكل أغلبية إيرادات الحكومة العراقية التي هي من النفط، ويصدر منها 4 ملايين، ويستخدم 1 مليون برميل للاستخدام المحلي. وكان من المفترض أن يستفيد إقليم كردستان من حصة 1 مليون المخصصة للاستهلاك المحلي، بينما كانت نسبة الحكومة الاتحادية قرابة 1 مليون برميل للاستهلاك المحلي. وكان من المفترض أن يشكل هذا 1 مليون برميل من النفط نسبة 22% من إيرادات العراق، وهذه الإيرادات لم تكن تدخل في العائدات العامة للحكومة الاتحادية. لذلك فإن ما يتبقى كان 78% من الإيرادات النفطية كإيرادات عامة لموازنة الدولة، ومع مرور الزمن كانوا يزيدون النفقات السيادية عاما بعد آخر إلى أن وصلت إلى 45%. لذا فإن نسبة من 78% إذا نحتسبها 100% نلاحظ أن 45% تخصص للنفقات السيادية، وكان من المفترض أن يشمل إقليم كردستان من هذه النفقات، والمتبقي والذي هو 55% كان يوزع على إقليم كردستان وباقي المحافظات العراقية. إذا نحلل هذه الأرقام، وحتى إذا كانت نسبة إقليم كردستان 12.67% من نسبة 78%، فإنه بأي حال لم يكن إقليم كردستان يتسلم 12.6% من الميزانية العامة للعراق، وما كان يرسل إلى إقليم كردستان كان أقل من 5% من مجموع الموازنة العامة للدولة العراقية. نحن نعتقد أن هناك ظلما تجاه إقليم كردستان عندما يقولون إن إيرادات إقليم كردستان تأتي على حساب المناطق الأخرى من العراق، وهذا ليس صحيحا على الإطلاق، لأنه ليس هناك أي نص أو أساس علمي لتحديد نسبة سكان إقليم كردستان فيما إذا كان 12% أو 17%. اتفقنا في السابق على نسبة 17%، ولكن السؤال على أي أساس خفضت النسبة إلى 12%؟ وهذا لم يكن على أي أساس علمي. وأفضل حل لكي تتسلم كل الأطراف حقوقها المالية المستحقة هو إجراء إحصاء لكي نعرف كم هو عدد سكان الإقليم وكافة المكونات من عرب وكرد وتركمان ومسيحيين، لكي نعرف كم هو عدد السكان، ونعرف أيضا ما هي المستحقات التي يستحقها إقليم كردستان حسب نسبة السكان من مجموع إيرادات الحكومة الاتحادية، ووقتئذ لن تتبقى أي مشكلة. ولكن السؤال هو، لو افترضنا أن هذه الإيرادات أرسلت إلى إقليم كردستان، وإذا كان إقليم كردستان يعتبرونه جزءا من العراق، ونحن في الحقيقة كيان اتحادي ضمن العراق الاتحادي، السؤال هو لماذا هناك تصور أو حساسية
ويعتقدون بأن هذا على حساب مناطق أخرى، لأننا مواطنون عراقيون، لذلك يجب أن نعامل بمساواة. بيد أن السؤال هو ماذا حول الإيرادات المتبقية التي هي في حوزة الحكومة الاتحادية؟ ماذا فعلت الحكومة الاتحادية بهذه الإيرادات المتبقية لباقي المناطق الأخرى من العراق؟ ولو قارنا الوضع في إقليم كردستان من ناحية البنية الاقتصادية والتطور العمراني مع باقي المناطق في العراق، فإننا نلاحظ أن هناك اختلافا كبيرا جدا، وهذا ليس بسبب أن إقليم كردستان يأخذ جزءا أكبر من مستحقاته المالية، على العكس تماما. بالرغم من كل المشاكل، فباعتقادي أن هناك إدارة جيدة في إقليم كردستان تمكنت من تطوير إقليم كردستان وإيصاله إلى هذا المستوى. ولو نظرنا إلى باقي المناطق الأخرى في العراق، فإن 95% من الإيرادات التي هي بحوزة الحكومة الاتحادية، فماذا عملت بهذه الإيرادات؟ أعطونا مثالا لكي يحتذي به إقليم كردستان لنقول إننا نقتدي بهذه المدينة في العراق، أو نحتفي بتطور هذه المنطقة في العراق لكي تكون مثالا لإقليم كردستان، ليتضح لنا بأن هذه الإيرادات صرفت على نحو أفضل مما هو في إقليم كردستان.